حضور حضور حضرة السادة الأفاضل أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا 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 وابتهاجا إلى أفراح شباب عاشرة العساسنة. أهل إدريس الكرام بالنيابة عن العريسين وبالنيابة عن والدي العريسين وبالنيابة عن أعمام العرسان وأخوال العرسان. تحية ترحيب إلى كافة الضيوف إلى كافة الحضور كافة الموجودين إلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء. تحية باقة ورد إلى كل شاب أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة العرسان العريس الغالي أحمد له أجمل تحية وسلام والعريس الغالي علي. إلى كافة الحضور أهلا وسهلا مساء الخير يا شباب العساسنة. أهلا إدريس يا أولاد عمي ويا أخواني كفاني بعده هجر هجر هجر. كفاني بعده هجر يا بعد عمري كفاني فرحكم من الله. هلا ادريس فرحكم من الله يضل دايم وحماكم المولى. وبلطف حماني وكم مره غنى نجم الاذاعه والتلفزيون. الفنان احمد نور الدير كرديه وبصوت الحنون بكاني وكرمال عيون العريس احمد وكرمال عيون العريس علي فرقة مؤسسة الاهرام بقيادة القيصر عمر اسعد دلون في صالة ومقصف البعاج عند عشيرة العساسنة عند اهل ادريس سهراني. سيد الحضور مرة ثانية أمسية سعيدة وأهلا ومرحبا بكم جميعا وابتهاجا إلى أفراح أهل حسون إدريس وبدعوة كريمة في اسم والدين العريسين الحاج علي حسون وباسم والد العريس حسان علي حسون أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم وبنسب الزفاف العريسين العريس أحمد والعريس علي وألف مبروك. يقام هذا الحفل في صالة ومقصف البعاج الأفراح. كل شكر إلى حسن الضيافة المعلم الغالي أحمد البعاج أبو صالح. هيدا كل شكر إلى عريف هذا الحفل حسن الضيافة والاستضافة الكريمة العم عبدو الحسون أبو علي. أبو علي.
بإقامة الحفل وبتاريخ 29/6/2022 ابتهاجا الى شباب العساسنة ويحيي لنا هذا الحفل الكريم. معنا نجم الإذاعة والتلفزيون ونجم الفضائيات العربية ونجم ليالي حلب الشهباء وغريدها وفارس الموال نجم الأغنية الشعبية النجم الأستاذ الفنان أحمد نور الدين كردية أبو حسن. يرافق النجم الاستاذ الفنان احمد نور الدين كردية ابو حسن فرقه وجروب الاهرام اقوى الفرق الموسيقيه في سوريا. كل الشكر الى الهندسه الصوتيه والاذاعيه الاخ الغالي رشيد دنون ابو عمر. كل الشكر الى قيصر حلب وقيصر سوريا وسحر قلوب العاشقين المايسترو اسعد دنون ابو عمر. الفرقة الموسيقية بقيادة أشراف سوبر ستار البزق وصاحب الريشة الساحرة ومؤسس قواعد الفن في سوريا وشيخ الكار الأسطورة عمر أسعد دنون. الحفل برعاية مؤسسة الأهرام الراعي الرسمي للفن الفنانين سوريا مدينة عزاز خلف المخفر القديم لصاحبها الأخوين رشيد وأسعد دنون أبو عمر. أيضا كل شكر إلى فيديو الأهرام للتصوير المرئي والإعلام التلفزيوني الشاشة الأجمل والشاشة الأرقى في عالم التصوير المخرج الإذاعي والصحفي فارس دنون أبو سمير. أيضا كل شكر إلى المصور محمود أبو حسين. طال البعاد واقترب اللقاء طال البعاد واقترب اللقاء وأجمل ما في العمر الحب الوفاء وهكذا عرفت مدينة عزاز وحلب الشهباء بفنها الجميل وطربها الأصيل. معكم وإياكم النجم الأستاذ الفنان أحمد نور الدين كردية أبو حسن ليتفضل. مشكورا 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 مشكورا. أخوتي سيارة نمر تعزاز 037-23 سيارة قاطعة الطريق نمر تعزاز 037-23 يفضي الطريق الخير على الجميع. ان شاء الله الف الف مبروك للعريس الغالي للعريسين لشباب العساسنة طبعا باسمي وباسم فرقة الاهرام الموسيقية والاخ الغالي عمر اسعد دنون وفرقته.
الله يقدرنا هالليله نسعدكم منرحب فيكم كبار صغار الاخ الغالي والشيخ عبد الستار ادريس ابو ابراهيم وضيوفه المنورين لنحكي كلمه على المسرح بعد اذن الشباب ما بدنا عجقه من اوله على المسرح بلا عجقه حفله لتطلع ان شاء الله حلوه بقياده ميسر عمر اسعد دنون الاورجانيست اسعد ابو عمر وبحضوركم الكريم سمعونا زقفة كبيرة لحضوركم الكريم على قد المحبة أنا السبب في اللي جرى يا عيني ما حدا غيري والله ظلم أنا السبب في اللي جرى يا عيني ما حدا غيري والله ظلم بدأ خصمي حكى أنا السبب في اللي جرى يا عيني ما حدا غيري والله ظلم فوعدي أشباب الهوى يا عيني لما بدأ خصمي حكى
مشكورين. هدف حلوة ايضا احلى واجمل تحية باخت ورد وبنيابة على العريسين وبنيابة على الوالدين العريسين وباسم شباب عاشت العساسنة هلا حسون ادريس الكرام تحية باخت ورد لكافة ضيوف لكافة حضور ايضا احلى واجمل تحية باخت ورد الى الشيخ عبد الستار ادريس وضيوف الشيخ عبد الستار ادريس الهن اجمل تحية بالسلام ومحبة بشباب العساسنة عوائل العساسنة الهن اجمل تحية بالسلام كافة الحضور كافة الموجودين وإلى كافة الأقارب وإلى كافة الأصدقاء ومحبة بشباب عزاز عوائل وعشائر عزاز الهن اجمل تحية بالسلام وإلى جمع السعيد ومحوى وإلى كل شاب أتى وهنى في هذا المكان وقدم التهاني إلى زينة الحرسان العريس أحمد والعريس علي شيخ الشباب لهم أجمل تحية مليون سلام 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 ايضا احلى واجمل تحيه باقه ورد وباسم حسن الضيافه والاستضافه الكريمه العم الغالي عبدو الحسون والله حي ابو علي تحيه ترحيب لكافه الضيوف والى كافه الحضور كافه الموجودين والى كل شخص صلى على جدنا الرسول له اجمل تحيه مليون سلام 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 سلام, 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 سلام. نعود العودة أحلى والعودة أجمل والعودة أقوى إلى نجم الإذاعة والتلفزيون النجم الأستاذ الفنان أحمد نور الدين كردية أبو حسن بيتفضل مشكورا سمعونا صفعة يا حضور صفعة للعريسين اللهم صل على النبي الشجيع عودوا
يقطعوا عودوا. لو ينشر لي قرب لو 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 ينشر لي قرب حسان والله طال البعد طال البعد طال. الشباب
فرطنا عشقا ليليا من مخالم قلبي نار ميلي علي ميلي هيلي ظالم ليه يمز النار الليليا من مخالم قلبي نار خديك كهربا يضوي ليلي ظالم ليه نمرطنا عشقا ليليا من مخالم قلبي نار
جهز حالك ها ملك
متابعين على صفحة التيك توك. هلا يا ابو عبيدة.
قاسي لك زادي بغيابك ضمير وهموم ومآسي لك اليوم علي بيمر قاسي والله قاسي ولا تخلي نار الغدير تلوع بحواسي بسماتك طول العمر مرسومة بخيالي لك بعدك بعدك لو عن الهوى بعدك بعدك لو عن الهوى يا شباب بني حوران طلع حوران الغالي ايمن يا شباب شرف هات له نجمة تحية ونجمة سلام يا خيار مشروبي